هذا العجل اللي علقناه له امبارح السيروم، الحمد لله اموره كويسة ووضعه كويس ان شاء الله، حتى رضاعته اتحسنت. وهي الشباب هون عمال ينقلوا العجول لأماكن أخرى، وعم يحاول يطبع هذا العجل. الحمد لله. مع العلم امبارح كان وضعه جدا جدا سيء، اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى العجل جدا جدا ممتاز. حرام كل المره هذا دكتور. يلا هات.